محاولة لرسم البسمة على وجوه الأطفال واستمراراً للتمتع بطقوس العيد، نظمت مبادرة الأمل لأطفال فلسطين احتفالاً تحت عنوان افرح معنا بالتعاون مع محافظة الخليل. مهرجان اليوم كان استكمال لحملة رمضان الخير دليفري 2015، كان بجهود المتطوعين بتعاون المتطوعين والمؤسسات الداعمة، كان كمان بمشاركة فرقة جفرة، فرقة الدبكة، فرقة مهرجين فرح للأطفال. تضمن الاحتفال فعاليات عدة أبرزها إلقاء الشعر والدبكة وفقرة المهرجين لرسم الفرحة على وجوه الأطفال وإدخال البهجة في قلوبهم. يعني مش أول مرة بيعملوا احتفال الكيل هوب فور كيدز، يعني هاي كل سنة تقريبا، كل عيد وكل رمضان في عيد فطر وفي عيد أضحى بيعملوا هاي الاحتفالات. بعتبرهم إنه من نوع المتطوعين الفعالين في محافظة الخليل، بتمنى إنه يكونوا على استمرارية مش بس بالمناسبات، مش بالأعياد، مش بس برمضان، على مدار العام. وتضم محافظة الخليل حوالي 18 مجموعة شبابية تطوعية مستقلة، منهم مجموعة الأمل لأطفال فلسطين المنظمة للاحتفال، والتي تشكلت عام 2013 وتضم نحو 60 متطوع ومتطوعة. لتلفزيون وطن، ألاء الزرو، الخليل.